تعرض الفنان المصري محمد رمضان لإصابة خطيرة في ظهره خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد موسى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. وقد نشر رمضان فيديو عبر حسابه في الإنستجرام يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء التصوير اليوم، وعلق: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة والحمد لله. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون، ثقة في الله، نجاح دائما وأبدا.